اليوم جامعة البلقاء على السلم العالمي للباحثين، كذلك على السلم العالمي لبحث الطلاب. الدكتور أوس القيسي من أفضل الباحثين على مستوى العالم. هذا الإنجاز وهذا الحكي ما إجا من قليل. جامعة البلقاء جميع كوادرها تعمل خلف الهيئات التدريسية وخلف طلبتها من أجل الارتقاء بهذه الجامعة والارتقاء بالتعليم العالي بشكل عام في هذه المملكة، اللي التعليم موجود فيها من قيام الدولة الأردنية من 100 عام. بدنا نصبع الدكتور عبد الله سرور الزعبي. صباح الخير دكتور. صباح الورد، يا هلا فيك. يعني 8 باحثين من جامعة البلقاء التطبيقية على السلم العالمي، نتحدث عن هذا الإنجاز وما إجا من قليل، يعني تحدثنا أكثر عن هذا الإنجاز. يعني إذا سمحت، هذا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أقرت تحت رعاية ملكية سامية في عام 2016، وجامعة البلقاء التطبيقية وضعت خطتها التنفيذية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وبالتالي قامت الجامعة اعتبارا من عام 2017 برفع موازنتها لأغراض البحث، لدعم البحث العلمي والابتعاث في الجامعة. وبالتالي عندما نقول في عام 2019 و2020 موازنة البحث العلمي وصلت 9% من موازنة الجامعة، فبالتالي هذا تعتبر الأعلى بين موازنات البحث العلمي في الجامعات الأردنية قاطبة. وهنا استطيع ان اقول ان زملائنا الباحثين حققوا هذه الانجازات بشكل رائع جدا، وكافه اعضاء الهيئه التدريسيه في جامعه البلقاء التطبيقيه الان هم منشغلين في مهامهم الرئيسيه في مهام التدريس والبحث العلمي، وبالتالي جاءت هذه ثمار نتائج الدعم البحث العلمي لجامعه البلقاء التطبيقيه، يعني تولي جل اهتمامها. كما ان الجامعه وضعت للابتعاث والإفاد إلى أفضل الجامعات العالمية بشكل كبير جدا، حيث أنه الآن الإفاد يتم إلى أفضل 250 جامعة على مستوى العالم. وإحنا إن شاء الله السنة هذه حنحافظ على موازنة مخصصات البحث العلمي من الموازنة العامة، وبالتالي أستطيع أن أقول منذ عام 2017 لحد هذا اليوم ما في فريق بحث علمي أو باحث تقدم بطلب بحث علمي من عمادة البحث العلمي إلا وحصل عليه. كما أنه يعني إحنا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ركزنا بشكل كبير جدا على التعلم والتعليم بهدف التشغيل، وبالتالي خلال السنوات الماضية يمكن التقينا فيكم في التلفزيون الأردني والتقينا في الكثير من وسائل الإعلام وتحدثنا عن إعادة هيكلة التعليم التقني على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة حتى يتلائم سوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وإحنا إن شاء الله في العام القادم لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية مع بداية عام 21-22 حنبدأ بتطبيق برنامج المسارات المهنية لمنح درجة البكالوريوس المهني والماجستير المهني، وإن شاء الله فيما بعد الدكتوراه المهنية. فهذه دكتور، من خلال تخصصكم في الأمور العلمية والتطبيقية، جامعة البلقاء تقدمت كثير على السلم العالمي من خلال تايمز، من خلال المؤشرات العالمية. نتحدث عن المؤشرات العالمية بالفترة الأخيرة لجامعة البلقاء وتطوراتها. يعني عندما تتحدث عن المؤشرات العالمية، احنا بهمك تأخذ التصنيفات العالمية، فجامعة البلقاء التطبيقية في التصنيف العالمي التايمز قفزت قفزات نوعية، بحيث الآن احنا ضمن فئة 601 إلى 800، وإن شاء الله أنه نتقدم أكثر. كما أنه على الكيو أس تقدمنا يعني على الساحة العربية 10 مراتب في هذا العام، وأيضا جامعة البلقاء التطبيقية رشحت في شهر 6 هذا العام لكي تكون من بين 8 جامعات على مستوى قارة آسيا أفضل الجامعات القيادية، وتم اختيار يوم الأربعاء الماضي جامعة تشينغهو الصينية لكي هي الفائزة بين 8 جامعات على مستوى آسيا. وبالتالي أنها تصل جامعة البلقاء إلى هذا المستوى وتصبح ضمن القائمة المختصرة 8 جامعات على مستوى آسيا، هذا بحد ذاته إنجاز كبير يعني جدا. يعني بدنا نروح لموضوع الريادة وموضوع الطلبة، وعندكم طلبة في كلية الهندسة التكنولوجية ذهبوا إلى العالمية بجامعة البلقاء وفي التعليم العالي في الأردن. نتحدث عن طلاب الهندسة التكنولوجية بشكل عام، وأكيد دعمكم للريادة وللطلبة بشكل كبير. يعني إذا سمحت، أنت بتعرف أنه جامعة البلقاء التطبيقية يمكن الجامعة الوحيدة اللي خصصت مبلغ 100,000 دينار لدعم الأفكار الريادية والإبداعية والابتكارية لدى أبنائنا الطلبة لدى طلبتها.
وبالتالي طلبة من كلية الهندسة التكنولوجية، ولهم انشأنا لهم نادي الاي تريبل اي في كلية الهندسة التكنولوجية، هم للمرة الثالثة بيحققوا جوائز وفوز على مستوى العالم، وبالتالي كان نتائج فوزهم الأسبوع الماضي على مستوى أوروبا وآسيا، هذا شيء مشرف ومحط فخر لجامعة بلقاء. وحتى نكون منصفين، ليسوا فقط طلبة كلية الهندسة التكنولوجية، كلية الأمير، طلبة كلية الأمير عبد الله بن غازي، طلبة كلية الهندسة في مركز الجامعة، طلبة العمارة في كلية الحصن في البيئة، وبالتالي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية اللي احنا بنعتز ونفتخر فيهم ودائما وأبدا ندفع بهم ليكونوا عند حسن ظن قائد الوطن وسمو ولي العهد فيهم بأنهم هم مستقبل هذه الدولة وهم عماد هذه الدولة ومستقبل مستقبلنا بشكل رئيسي. فبالتالي الاستثمار فيهم ودعمهم حتى يصلوا إلى هذه المراتب هو محط فخر واعتزاز لنا جميعا. يعني أنا بدي أبدأ من حيث انتهت كلمتك، الاستثمار بالشباب والطاقات الشبابية، جلالة الملك بدعم الشباب، سمو الأمير الحسين بدعم الشباب. أنا بدي أعرف استراتيجية الجامعة خلال السنوات القادمة بالنسبة لموضوع كذلك البحث العلمي والريادة ودعمكم للطلبة، عشان يسمعوا المشاهدين ويعرفوا قديش جامعة البلقاء وإدارتها بتقدم للطلبة والباحثين حتى الأساتذة الدكاترة على مستوى، من أجل الارتقاء بالتعليم في جامعة البلقاء والتعليم بشكل عام في المملكة الأردنية الهاشمية. يعني إحنا بشكل رئيسي بهمنا في المرحلة الأولى الآن قبل ما نتحدث عن التعليم في جامعة البلقاء، إحنا نعتز ونفتخر بقطاع التعليم العام والتعليم العالي في الأردن، وجامعاتنا الوطنية كلها تحقق إنجازات عالمية وبالتالي محط فخر لنا. وجامعة البلقاء يعني حقيقة يمكن تكون تميزت وقفزت في بعض المراحل وبعض في خطوات كبيرة جدا. استراتيجيتنا الآن، احنا كنا منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، واحنا الآن في صدد وضع خطة تنفيذية جديدة لعام 2024، وسوف يتم مناقشتها خلال الأسابيع القادمة من قبل مجلس الجامعة ومجلس الأمناء. إلا أنه فعليا احنا سوف نبقي على مخصصات الدعم البحث العلمي، على مخصصات دعم أبنائنا الطلبة الأفكار الريادية والابتكارية والإبداعية. وأنا بتوجه حقيقة بقول أنه أي زميل من الزملاء، أي فريق بحث علمي ما يتردد إذا كانوا بحاجة إلى دعم مالي، فإحنا موضوع البحث العلمي معطينه اهتمام كبير جدا، وإحنا ما رح نكون تقليديين في موضوع الدعم البحث العلمي. وأنا بذكر زملائي الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية، النتيجة السلمية كما قال أينشتاين، النتيجة السلبية في العلم هي نتيجة، وبالتالي لابد من أنه نكون فعليا مولدي ومعرفة وليس ناقلي معرفة. فبالتالي البحث العلمي نعتبره نقطة قوية جدا وإحنا نهتم فيه، وأيضا إحنا حتى نحقق هذا الهدف، يمكن تحدثنا عن هذا الموضوع قبل، بدأنا بهيكلة البنية التحتية والبنية التكنولوجية في الجامعة، وحدثنا الكثير من مختبراتنا وما زال الطريق أمامنا. وهناك يعني حقيقة بتوجه بالشكر لبعض الجهات المانحة من قبل الحكومة الألمانية، الحكومة الفرنسية، الكوريين. يعني أنا كنت أسألك سؤال، شراكتكم مع الشركات العالمية من أجل رفع سوية البحث والبحث العلمي والأمور التطبيقية العلمية، يعني شاركت جامعة البلقاء شركات كبيرة على مستوى العالم وشركات عالمية معروفة، نتحدث عن بعض الشركات العالمية والتبادل الفكري ما بين جامعة البلقاء طلابها دكاترتها مع الباحثين العالميين. يعني احنا دائما وابدا بنحاول ما نكون منغلقين، لانه عندما تكون منغلق انت على نفسك فبالتالي لن تستطيع ان تجتاز الحواجز. فبالتالي نحن نرى دائما وابدا هي الشراكة مع الجهات الخارجية وخاصة مع الشركات العالمية المتقدمة، مع جامعات متقدمة، هي اللي عم بالها بتساعد زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية حتى يضعوا اسمهم على الساحة العالمية في البحث العلمي، تساعد أبنائنا الطلبة. ويمكن لاحظتوا، يمكن حكينا احنا قبل أسبوعين، كان عندنا وفد ياباني من شركة ميتسوبيشي، وقعنا معهم اتفاقية لتقديم منح لأبنائنا الطلبة المتفوقين، وحصلنا فعليا على منحتين في تخصص هندسة الأوتوترونكس والميكانيك، وعلى حساب شركة ميتسوبيشي للطلبة المتميزين مدفوعة بالكامل.
احنا شكلنا لجنة لهذه الغاية لاختيار افضل الطلاب حتى انه فعليا ندعمهم. ليس فقط هنا، انت بتعرف انه احنا مجموعة من اساتذتنا ذهبوا وتدربوا في شركة ميتسوبيشي في اليابان، في شركة تويوتا، والان احنا لدينا شراكات حقيقية مع الكوريين، مع الالمان، مع الفرنسيين، وعدد كبير جدا من اعضاء الهيئة التدريسية يعني تم باعادة بناء قدراتهم مع هذه الجهات، وخاصة الجي اي زد في ألمانيا. يعني بدنا نخرج عن البحث العلمي ونذهب إلى امتحان الشامل، امتحان كليات المجتمع. انتهت الورقة الأولى، نتحدث عن الامتحان الأوراق الأخرى وعن النتائج متوقعة الخروج إن شاء الله. يعني خلينا نقول أنه امتحان الدرجة الجامعية المتوسطة امتحان الشامل، واللي هو انتهى الورقة الرابعة، الورقة العملي انتهت يوم الخميس الماضي، وكان عدد الطلبة اللي سجلوا للتقدم لهذا الامتحان حوالي 3704، تغيب منهم يمكن 63 أو 64 طالب، ثلاثة منهم فعليا كانوا بعذر لأنهم أبلغونا بأنهم يعني الله يشفيهم مصابين بكورونا، وبالتالي حقوقهم إحنا بنحفظ لهم إياها بشكل كبير جدا. وكان الامتحان على أتم وجه، يعني إحنا حتى نحافظ على سلامة أبناء الطلبة وسلامة المجتمع خصصنا 32 مركز امتحان، رفعنا عدد اللجان إلى 140 لجنة حتى أنه ما يصير في ازدحام، ما يصير في ضغط. احنا الان مستعد قاعدين للورقه الاولى والثانيه والثالثه، الورق الاوراق النظريه واللي هي بتقيس المهارات الحق النظريه لهم، حتكون تبدا يوم 17/12 يعني، وان شاء الله انها تتم كما هي مخطط لها، ما يحدث اي شيء الا احنا نضطر نغير هذه المواعيد. ولكن انا بتمنى انه نتائج امتحان الدرجه الجامعيه المتوسطه الشامل حتظهر للجميع قبل نهايه هذا العام، قبل يوم 31/12 كما هو مخطط لذلك، لكن نامل ذلك انه تصير الامور على يعني وتبقى الامور على ما هي عليه، بل تتحسن للافضل حتى انه نخرج احنا من جائحه كورونا، من اثارها اللي احنا بنعاني منها. وان شاء الله انه بهمه المخططات الحكوميه، وزاره الصحه، كل الجهات الاردنيه اللي عمالها متكاتفه مع بعضها البعض حتى انه نخرج من اثار جائحه كورونا، وان شاء الله ربنا بيحمي مجتمعنا الاردني ومنعود الى وضعنا الطبيعي. يعني انا بدي بعد الحديث شيخ مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله سرور الزعبي عن البحث العلمي والريادة وعن الباحثين على مستوى العالم، بعد قليل سنكون معكم مع بعض طلبة جامعة البلقاء وبعض الباحثين للحديث عن تجاربهم العملية وتجاربهم العلمية في على مستوى العالم وحصد جوائز تقدم الجامعة وتقدم العلم التطبيقي للأردن لا بل بالعالم أجمع. لكم زملائنا بالاستوديو.